هجوم روسي مرتد على الهجوم الأوكراني المضاد نفذته القوات الروسية على جبهات الشرق الأوكراني، إذ أعلنت القوات الانفصالية الموالية لروسيا سيطرتها على قريتين استراتيجيتين جنوب باخموت في دونباس، مشيرة إلى انسحاب القوات الأوكرانية تحت الضربات الصاروخية الروسية. هذا فيما يخص الوضع في الميدان. أما بخصوص الاستراتيجية الأوكرانية في التقدم السريع مؤخرا، فيقول خبراء عسكريين لول ستريت جورنال أن هيكل القيادة العسكرية في أوكرانيا دائما ما يشجع صغار الضباط على اتخاذ قرارات فورية في ساحة المعركة دون الرجوع إلى القيادة المركزية في كييف، وهو ما اعتبر ضوءا أخضر لاغتنام هؤلاء الضباط الأوكرانيين الفرصة والاستفادة من سرعة اتخاذ القرار ورد الفعل في المعركة بما يتناسب مع تقدم الجيش الأوكراني ويعطيه نقاط على حساب ضعف العدو. بينما وعلى النقيض من ذلك، فإن تباطؤ الروس يعود لنظام عسكري المتبع منذ الحقبة السوفيتية، حيث ينتظر ضباط الجيش الأوامر من القيادة الروسية المركزية، ومن ثم تتدفق الأوامر من موسكو إلى الأرض، ولا تتخذ القوات على الخطوط الأمامية سوى القليل من المبادرة، حتى هذه المبادرات لا تكون ذات فاعلية أو جدوى على الأرض. بالرغم من توافد أنواع عدة من أنظمة الدفاع الجوي الغربية مؤخرا إلى أوكرانيا، إلا أن كييف لا تزال تطالب بالمزيد من أنظمة الأكثر دقة وتطورا، كمنظومة الصواريخ من طراز باتريوت أو كالقبة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل، إلا أن الغرب بقيادة الناتو وبحسب التلغراف لا يستطيعون تلبية الطلب الأوكراني، بسبب أن الحلف لا يمكنه إرسال هذه الأنظمة المتطورة لكييف وترك فراغ جوي في فضاء دول الأعضاء في الناتو، كما أن إنتاج المزيد منها يحتاج وقتا طويلا. أما عن إسرائيل فهي الأخرى تمتنع عن دعم كييف بأنظمة دفاعية جوية كالقبة الحديدية أو بأسلحة متطورة، حفاظا على علاقات تل أبيب الاستراتيجية مع موسكو. والحديث هنا للواشنطن بوست.